السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا شيخ، في بعض المحلات جزاهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللي تبلغ العمر التاسع أو العاشر، هل هذا لا يكون تعاون عليهم العدوان بما ذكر الله في الآية؟ بلى، بيع المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.